خدت اجازه. ورانيا وافقت؟ ايوه. اوعوا تكونوا متخانقين مع بعض ومخبي عني. بابا خلاص خلاص اديني سكت اهو. وهتغيب قد ايه؟ لسه مش عارف. كمان. طيب خلي بالك من نفسك. خلي بالك انت كمان من نفسك. اكلمك اول ما اوصل. ابن حلال، كويس اني لحقتك قبل ما تمشي. معلش يا متر بس عشان مستعجل شويه. ايه يا عم بالراحه علينا، بقى دي اجازاتي، ده انا جايب لك خبر حلو. خير يا متر؟ فضلت ورا النيابه لحد ما سحبت الطعنه على البراءه، يعني خلاص مش هيعيدوا محاكمه عيسي. الف حمد وشكر لك يا رب، اهو مش هتسافر بقى. ها مفيش شكرا بقى يا استاذ كمشوش على اللي انت عملته معانا. انت متاكد من الخبر ده؟ طبعا، انا ليا مصادري جوه النيابه. وبمناسبه الخبر الحلو ده بقى، مين فيكم اللي هيغديني؟ بيسألك. أنا إذنك بس عشان مستعجل شوية. عمل إيه؟ اللي كان هغديك مش؟ إيه اللي هو بيسك المطبخ وهو ماشي ولا إيه بقى؟ بقالي كتير ما شفتكيش. معلش كنت مشغولة أوي. إيه ده؟ مشغولة عني؟ ما أقدرش. أهو كده؟ قول لي أخبارك إيه؟ أنت عايزة أخبار أنا ولا الأخبار اللي تحبي تسمعيها مني؟ يعني الاثنين. ماشي يا ستي. عيسى فجأة خد أجازة من الشغل، ورانيا الأيام دي مش مدياله وش خالص. ليه؟ واضح إن موضوع شريف جه على دماغه، وهي كمان بدأت تشك فيه. أيوه بس ما النيابة سحبت الطعن. يعني مش هتعيد التحقيق تاني معاه؟ معرفش. خلاص طالما النيابة سحبت الطعن على براءته، يبقى هتعيد التحقيق من أول وجديد، وعيسى جزء من التحقيق ده. يا ترى هنتفاجئ بإيه الفترة الجاية؟ شفتي بقى؟ عشان كده أنا مستعجل قوي في موضوع جوازنا ده. ماهر أنا قلت لك الحوار ده سيبه شوية كده، أنا هبقى أحدد الميعاد. سيب إيه بس؟ ما أنا سايبهولك بقاله زمان. أنت مش واثق فيا؟ لا مش واثق فيا أنا. كنت عارف انك مستحيل تاخد براءة المرة دي غير لو ظهر لنا متهم تاني. يعني خلاص النيابة هتسحب الطعن وتحاكم شريف بدلك؟ انا عارفة انها بتهرب منك، حاسة ان انت اللي وراد شريف قتل ياسر. اخدت المسدس اللي قتلت بيه ياسر وحطيته في درج مكتب شريف قبل ما يجي، وفجأة بقت شاكة في براءتك من قتل اخوها. عايزة تطمني عليا ولا لسه شاكة فيا؟ ايه اللي ميعادك هنا؟ انا قاعده عند اختي. المفروض تكوني في بيت جوزك. جوزي؟ جوزي مش فاضي لي، مشغول بمراته التانية. لا مش حقيقي. لا حقيقي، انا شفتك بعينيا وانت بتمسح لها دموعها في العياده. انت بتتجسسي عليا. كنت جايه لك صدفه، واحمد ربنا اني مشيت قبل ما اقول لك اني شفتك. لازم تعرفي ان داليا مراتي زي ما انت كمان مراتي. انا فقت لقيتكوا انتوا الاثنين متجوزكوا ومسؤول عنكوا وعلف بطنكوا انتوا الاثنين، واي واحده فيكوا هتخيرني بينها وبين التانيه هختار التانيه. انا هرجع دلوقتي البيت وهستناكي هناك، لو ما جيتيش انت حره، لو ما جيتيش انا هبات عندها الليله دي.
اتفضل. عرفت ان انتي اديتيه اجازه. سلمى اللي بلغتك مش كده. مش مهم مين قال لي، المهم ان انتي بديتي تفوقي. عايز اللي طلب الاجازه يا ماما. لما حس ان انتي بديتي تفهميه وتعرفي ان هو اللي قتل اخوكي. ماما انا بمر بظروف صعبه جدا. لا قادره افضل مع عيسى ولا عارفه اسيبه. حبيبتي ما تخافيش، انا هفضل جنبك في ازمتك لحد ما تعدي منها. انت شايفه ازمتي اني بحب عيسى. تعرفيش الظروف لو اتغيرت واضطريت ان انا بدعم. انا لو خسرته انت نفسك هتخسري. مش هرجع رانيا اللي انت تعرفيها، وخصوصا انت مالكيش حد غيري دلوقتي. حتى لو اتأكدت ان هو اللي قتل اخوكي، اتمنى ده ما يحصلش. مش بس عكوت خدعت فيه، مش هيكون لي امل تاني عشان اعيش في الدنيا. كنتش فاكره ان انت ضعيفه قدامه بالمنظر ده. انا ما تقودش الا بيه. ما لقيتش نفسي غير ما متأكدة إنك هتشوف نص الدلاية وتجري تدور عليا. أنا كنت عايز أتأكد إنك هنا فعلا. لا أنا كنت وحشاك وما صدقت لقيت حاجة من ريحتي. عرفتي منين إن أنا هنا؟ من ماما. عم منصور قالها. إزاي دخلتي الدلاية الأوضة؟ طيب هو أنا ما كنتش ناوية أقولك، بس أنا لقيت البنت بتاعت الهاوس كيبنج بتنظف أوضتك، يعني اديتها 100 جنيه وخليتها تحطها لك على الكومود. جيتي ورايا ليه؟ عشان بحبك. لقيتها فرصة نقعد نتكلم سوا زي زمان، بعيد عن أي حد هناك. هنا أو هناك مفيش حاجة هتتغير. لا يا عيسى، أنت جيت هنا هربان من كل الناس اللي اتهمتك بقتل ياسر، وحتى اللي شاكين فيك من غير ما بكوك زي رانيا مثلا. طب وأنت ما شكيتيش فيا؟ أنا عارفة إنك ما تقتلش. وبعدين حتى لو قتلت عشان، تفتكر دي حاجة ممكن تخليني أكرهك؟ بالعكس، دي حاجة تخليني أتأكد إنك بتحبني وما قدرتش تسيب حد ياخدني منك. ما جاش في بالي إنك تفكري بالشكل ده. وهو كان إيه يا عيسى في اللي حصل لنا الفترة اللي فاتت دي جه في بالنا إحنا الاتنين؟ كأني بعرفك لأول مرة. أنا فعلاً اتغيرت كتير بعد ما سبتك واتجوزت ياسر، واتغيرت أكتر بعد ما ياسر مات. لقيت نفسي عايزة أرجع لك، مبقتش عارفة أفرح بأي حاجة وأنت مش معايا يا عيسى. كان لازم أشوفك قبل ما تسافر، وأنا الصراحة يعني ما كنتش عاوزاك تسافر، بس أقنعت نفسي يعني إن أنا أبص على نص الكوباية الحلو. وإيه بقى النص الحلو في موضوع سفري؟ إنك هتكون لوحدك عشان تعرف تفكر بتركيز،
وتشوف الحاجات من بعيد بشكل صح. هو يعني صحيح هتوحشني، بس أنا هستحمل إنك ترجع عشان تشوف أنت عايز تكون فين ومع مين. طبعاً يعني لو مش هيضايقك إن أنا أتصل بيك وأنت هناك، على الأقل وأنت بعيد هعرف أقولك الكلام اللي أنا مش عارفة أقوله لك. اتفضل. إيه ده؟ افتح. ده المفضل. عايزة يبقى نص معاك ونص تاني معايا. انت قبل كده جبت لي مقلمة هدية، انت كانت دايما بتفكرني بيك، فحبيت يعني اجيب لك حاجة تفكرك بيا. ماشي يا ستي. عرفت من باباك ان انت هنا، ما رضيتش اكلمك في التليفون اقولك ان انا جاية، خفت يعني ارجع في كلامي وارجع من نص الطريق. بس ما قدرتش ارجع. انا مش جاية اعتذر لك عشان شكيت فيك لو للحظة واحدة. انا ما استحملتش ابعد عنك ان شاء الله حتى لو بيومين، اصل يعني مش مول احبك الحب ده كله، انت ما تستاهلوش. انا تاكدت دلوقتي انك ما قتلتش وانك ما كدبتش. ممكن اطلب منك طلب يا عيسى؟ مش عايزك تبعد عني خالص، حتى لو زعلان مني. ممكن؟ مش هينفع نتكلم هنا. طيب انا هستناك في اللوبي. ألو، أنت فين؟ أنا في مكتبي، أنت اللي فين؟ سألت عليك في الشركة، قالوا لي إنك ما جيتيش من امبارح. أنت بتتجسس عليا؟ وإحنا مش بقينا شركة ولا إيه؟ فأنا بقى من حقي أعرف خط سيرك ولا إيه؟ طيب أنا مع أختي بنعمل كام مشوار كده يخصوها وهنرجع على طول. لا مش وارد أشوفك النهاردة، معلش. خليني بس أرجع وبعد كده نتكلم. طيب ماشي، خلي بالك من نفسك. ماشي، باي. ايه ده؟ كنت هنا من امتى؟ من ساعة ما قلت لها انكوا شركة وانك لازم تعرف خط سيرها. دي ثورة طبعا، صح؟ وانا عندي شريكة غيرها؟ عندك انا، ولا لحقت تنسى؟ انت بتفكريني ولا بتخوفيني؟ لا انا بس بفوقك. سارة رفعت شركك في الشغل، إنما تشاركني فيك لا. وانت كمان مش تقدر تشارك فيها عيسى. عيسى؟ هي مالها ومال عيسى؟ هي ما قالتلكش ان هما مع بعض دلوقتي في اسكندريه؟ انت ايه اللي بتقوليه ده؟ تحب اديك اسم الاوتيل اللي نازلين فيه؟ انت كمان بتراقبيها؟ طبعا. هما ليه يعني اتعب فيك التعب ده كله وتيجي تاخدك هي مني كده على الجاهز؟ نصيحه مني، ما تتعبش نفسك معايا. ساره مش شايفه اي راجل في الدنيا غير عيسى الفيل، وهو كمان مش هيقدر ينساها برانيا الشوارع. ماشي؟ Thank you.
صدفة مش كده؟ انت نازلة هنا؟ من امبارح. بس عيسى ما قاليش انك جاي النهاردة. او يمكن ما كانش يعرف انك جاي ورا اسكندرية مخصوص؟ انا مش جاي عشان خاطر عيسى. انا جاي بشغل. وبعدين ده الاوتيل بتاعي. متعودة انزل فيه يعني. اه لا ان كان كده تبقى صدفة فعلا زي ما انا فهمت في الاول. هو في ايه؟ ايه يا عيسى؟ اكيد اتفاجئت برانيا زي بالظبط صح؟ ما تخافش انا متاكده انك ما كنتش تعرف انها جايه وراك مخصوص بس عموما كويس انها شافتني عشان تبقى عارفه ان كل اللي هي بتعمله ده ملوش لازمه انت قلت لها ايه ما قلتلهاش اي حاجه خالص بس هي اكيد فهمت لوحدها انها مش هتعرف تاخدك مش عارف ان هي جايه لي هنا. انا مش محتاجه اكذب عليكي على فكره. انا ما سالتكش عنها على فكره. وانا مش استناكي تسالي. قالت لي انها كانت معاك من امبارح. ايوه. وانت ما مشيتش ليه اول ما هي جت؟ مش عارف. بس انا عارف. انت مش قادر تبعد عنها ولا تنساها برغم اللي عملته فيك. وهي ده اللي بتلعب عليه. انا ماشيه يا عايزه. ولو كنت اعرف انها موجوده ما كنتش جيت اصلا. أول مرة أحس إنها ذكية. فهمت إن ملهاش مكان بينا ومشت. على فكرة أنا ما كنتش جاية بس حاولت أنسى إنك متجوز عليا ويا ريت أنت كمان توعدني إنك تنسى وأنت معايا حاضر
ايه؟ مش هترد؟ انا خايف تكون هي. مش لسه قايله دلوقتي هتحاولي انك تنسي كل ده؟ ألو، أنا عيسى الفقي. معلش انشغلت عنك اليومين اللي فاتوا دول. لا أنا في اسكندرية، هكلمك أول ما أرجع القاهرة إن شاء الله. المهم مش عايزك تعمل أي حاجة تندم عليها، استناني لغاية لما أجيلك. سلام. خايفة لتسافر وراها امبارح. حتى لو سافرت وراها ما كانتش هتخليني اتكلم معاها. مش ده اللي خلاك ما تسافرش. انت حبيت تفضل جنبي، ما قدرتش تسيبني لوحدي من غير ما تحس اخترتيني انا وسبتها هي. انا يا عيسى، أنا اللي مهما عرفت عنك عمري ما هسيبك. إنما هي بقى لو اتجوزتك هتفضل شاكة فيك طول عمرها، وهتفضل خايفة لتكون أنت اللي قتلت أخوها. صدقني يا عيسى إحنا مناش لبعض. واضح ان جاي من اسكندريه زعلان، مش كده؟ يمكن تكوني شفتي عيسى وساره مع بعض. هي اللي بلغتك مش كده؟ مش بعيد كمان تكون انت اللي بعتها له. هو اللي فهمك كده؟ مش محتاجه حد يفهمني. انت على اتصال بساره من ساعه ما رحت لها البيت، ترجيها ترجع على الشركه عشان ما تسيبينيش مع عيسى لوحدينا. لسه عندك امل تبعدي عيسى عني؟ ايه، مش خايفة لو عيسى حبني بجد ما يرجعلهاش تاني؟ لو حبك بجد واضح ان دي الحاجة الوحيدة اللي مش قادرة تتأكدي منها ابدا. انا فعلا مش قادرة اتأكد انك بتحبيني وخايفة على مصلحتي، وانك يوم ما وعدتيني نكون صحاب بجد كنتي قاصدة كده، وانك عايزاني امشي بشروطك انتي على حساب مشاعر انا. انتي اللي عايزة عيسى على حساب كرامتك. مش قادرة تفهمي ان سارة دي حب عمره، مش ممكن هيستغنى عنها ولا هيسيبها مهما عملت فيه. مسافر وراها؟ مسافر وخلاص. خايف على زعلها؟ هددتك بإيه لما شافتك معايا؟ اللي بيني وبينها ما يخليهاش تهددني بأي حاجة. واللي بينك وبيني ما يخليكش تسيبني وتمشي دلوقتي. أنت أصلاً ما قلتليش إنك جاية. بس أنت فرحت بيا وما صدقت شفتني. مش بس كده، أنت جيت هنا وأنت نفسك أجي وراك. عيسى، ايه الصدفة الحلوة دي؟ فعلا صدفة. بتعمل ايه هنا؟ جاي لسارة هانم، اكيد شفتها هنا في الاوتيل. بس ما قالتليش انك جاي لها. البيزنس بقى يا باشا يودينا في اي مكان. بيزنس؟ يا ترى ايه البيزنس اللي بينك وبين سارة؟ المناقصة اللي انت منعت رانيا تدخل معايا فيها. سارة بقى جمدت قلبها ودخلت مكان كنتوا الاثنين. تقريبا كده عاوزة تثبت لكم بالرغم انها سنة اولى شغل بس اشطر منكم. كان نفسي اقعد معاك اكتر من كده بس شكلك مستعجل. بالإذن. لو سمحت عايز اعمل تشيك اوت. موافق يا ميكانيكي.
304. لحظة واحدة، رايحة فين؟ مش هتمشي؟ نعيم؟ معقولة تمشي وأنا موجود هنا؟ أنت جيت هنا إمتى؟ من 5 دقايق بس. ليه؟ عندي بضاعة بخلصها في المينا، قالوا لي مش تخرج إلا بكرة. شفت الصدفة حلوة إزاي؟ أنزل في نفس الروتين اللي أنت نازلة فيه. قصدك اللي كنت نازلة فيه؟ قصدك إيه؟ يعني معقولة هتمشي وتسيبيني هنا لوحدي؟ ده ما صدقت لقيتك. أيوة يا نعيم، بس أنا أنت اوعي تقولي لي بقى إن أنت مش هتمدي إجازتك يوم واحد عشان خاطري. يوم واحد بس؟ أيوة، أنا شريكك ولازم تعملي لي خاطر. حاضر. أيوة كده. الو، ايوه حبيبتي، معلش انا اسف ما عرفتش ارد عليكي. لا كنت لاغي الصوت. لاغي الصوت ولا كانت جنبك ومش قادر تكلمني؟ اديني جاي لك دلوقتي وهنتكلم براحتنا. ومالك موطي صوتك كده ليه؟ هي لسه جنبك لغايه دلوقتي؟ لا ده انا صوتي وجعني علشان كده مش عارف اتكلم قوي. كده اهو. طب سلام دلوقتي. وانت قمت من جنبي امتى؟ من ربع ساعة. ومالك حاطط الجزمة تحت دراعك كده ليه؟ كأنك جاي من كباري الساعة 5 الصبح. لا انا بس ما رضيتش اعمل دوشة واصحيكي. ما رضيتش تعمل دوشة وتصحيني ولا خفت لقفشك قبل ما تروح لها؟ حقها. حقها؟ يعني انت بتعترف دلوقتي انك هتسيبني وتروح تبات عندها؟ انا كنت بايت عندك من امبارح. يعني ايه يعني؟ يعني هي بقت كده انا ليلى وهي ليلى يعني ولا ايه؟ مش فاهمه. ايوه طبعا، ما انا لازم اوزع نفسي ما بينكم انتوا الاثنين بالعدل. بالعدل؟ ده انا عارفه قبلها ب7 سنين. وانتوا دلوقتي الاثنين مراتاتي. يعني انت دلوقتي هتسيبني لوحدي وتروح عندها وتفتح لك الباب وتاخدك في حضنها تدخل معاها اوضه النوم؟ مريم لو سمحتي كفايه، لازم من دلوقتي تاخدي على الوضع الجديد اللي احنا الاثنين اخترناه لنفسينا. صباح على خير. كأني بحلم. سمعت كلامي مخصوص ومديكي يوم عشان تقعدي معايا. عايز اعرف اذا كانت صدفة فعلا ولا جيت ورايا اسكندرية مخصوص عشان اشوفك. لا مش صدفة. أنا لما عرفت إنك هنا قلت أجي أشوفك بعيد عن الشغل. عرفت منين إن لا، دي مصادر الخاصة. طيب، ليه عايز تشوفني بعيد عن الشغل؟ أنا اخترعت موضوع الشغل ده مخصوص عشان أقدر أشوفك في أي وقت. الحكاية مش موضوع بيزنس. أنا كان ممكن ألاقي شريك وأكسب منه أكتر. بس أنا اخترت إن أنت تكون معايا. ليه؟ مش عارف ده بيسموه إيه. بس جايز اكون بحبه. اتفاجئتي ولا ايه؟ لا ما اتفاجئتش. يعني انت حاسه بيه؟ ما تخافيش، جايز اكون انا الوحيد اللي يقدر ينسيك يا ياسر فيه. بقالي ساعة مستنيك. انت اللي طلبتني، قلت لي لازم اشوفك حالا. ده لمصلحتك. لا، لمصلحتك انت الاول. حد عارف ان احنا هنتقابل؟ عيب، انا مش تلميذ. مش تلميذ؟ ما كنتش قلت كل حاجة للبوليس اول ما وصلوا لك. لا ما كنتش قلت كل حاجة، كنتش انت فضلت ورايا لحد ما توصل لي وتطلب نتفاهم. قلت للمتر سالم اننا هنتقابل؟ لا طبعا، وانصحك انت كمان ما تقولوش دلوقتي. ليه؟ شكله حمار متعافي، مش عارف ان بكلمتين مني ارجعك السجن تاني، وبكلمتين عكسهم ابعدك عنه طول عمره. ما تنساش ان انا خدت براءة. والنيابة طعنت. ورجعت سحبت الطعن. بس المحاكمة لسه شغالة، وفي متهم تاني وطالبني للشهادة. وفي حاجات كتير قوي هتتغير لو انا قلت في المحكمة نفس الكلام اللي في النيابة. طب قول لي، هتغير كلامك ازاي؟
اهم حاجه عندي ما اعرفش ان انا وانت اتقابلنا. بطلي تلعبي معايا اللعبه دي. اللي انت بتقوله ده نرفزتك دي معناها انك لسه بتغير عليا. هو لو كان لسه عايزها كان جه طلبها قبل منك. هو اللي جالي بعد ما طلقك او جايز عايز يبعدني عن ساره. بطل انت بقى يا اخي تعمل نفسك ما بتفكرش فيا. هو انت بتتكلم معايا ليه دلوقتي؟ غالبا بقى هو اللي قتل ياسر. انا حذرته من صبر زي ما انت قلت لي بالظبط. ما قدرش يستحمل يبعد عني كام يوم. انا احرم الدنيا مني ومنك في يوم واحد كده برضه ما نطمنش قوي. هو بالك كده جاي يطلب ايد ساره؟ هتتجوز واحد ما بتحبهوش؟